السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا الحلبية، الله يسعد لي مساكم. فيديو حلبي من أخوكم أبو عبدو. أنا شلنا نعمل يبرق، مو مظبوط هيك يبرق؟ أبو عبدو ده يشرح لكم اليبرق غير أصابع التركية اللي عملناها. هي يعني هو الأصل على فكرة من حلب، ملطوشة الأتراك لطشوها حسبي الله ونعم الوكيل، لازم طلبوا بحقوها. الميكروفون معك أبو عبدو، تفضل. كتر الظلم مو منيح. مع تحيات أبو عبدو. واليوم نحفان كتير، ما في كرش بنوم، يعني حتى مو مبين، حتى مو شادد القميص عليه ما شاء الله. اللهم صلي على سيدنا محمد. ايه سيدي أبو عبدو، شو عنا هون لليبرق؟ فستق وعجين. بالله عليك؟ اي والله. طيب، عنا رقايق فستق نقصها على 10 سنتي، تقريبا 20 سنتي بالطول. رقايق العجين، رقايق فستق. ايه والله، انا فكرت لازم نعطيكم الرأي وانتم تكملوا بهالقناة. anyway، على قولة أبو عمر الله يذكره بالخير. ايه أبو عبدو، شلون باللفة هي؟ شلون مشتغلة؟ طيب شلون؟ شو بتنصح الأخوة المتابعين؟ تساوي لها هيك. شو هي بتساوي لها هيك يا زلمة؟ يعني بتحطها هيك. ايه، ترش لها فستق شوي. ايوه، وبتدعب لها هيك. دعب لها اسمها؟ بنلفها يا زلمة، بتلفها هيك يعني. ايه يعني، مع موضوع انه فضي هوا ما فضي هوا منه، ما في داعي يعني. لا لا، بيجي لحاله بفضل، بيفضل لحاله. بتكتر له فستق. بتكتر له فستق طبعا، ما لك ضافي حق الفستق من جيبتك، بتكتر قد ما بدك. بتضغطها هيك، هي تحت ما بتصور. نعم، بلا لفه فوق. ماشي. طيب يرحمكم الله. بعدين على الفرن مثل البقلاوة أبو عبدو؟ لا، تنشيف بس. بس تنشيف. ما بدنا نعطيها لون بنوب عشان نبين لون الأخضر طبعا. ما هيك؟ طبعا. شاطر، أنا شفت، عم بتعلم أنا كمان. طيب إذا نعملها بورق جاهز؟ ما بتزبط. ما بتزبط، لأنه هداك سميك بيكسر إذا بدنا نزمه هيك، هالزمة هي. يعني إذا بدنا نشده هيك. معاذ قال لي جوالك عم بفوكس. أنا اللي قلت لك. معاذ قال لي ذاك اليوم كمان أبي فوكس، تذكرت لما قلت لي أنت إنه معاذ قال لي فوكس. شايف بياخذ فوكس. الورق جاهز إن حبايبنا، ما بيشتغل لأنه سميك بيكون، وإذا بنزمه هيك ناشف، ما بينزم يعني هالزمة. جوالي عم بفوكس. على فكرة يمكن كلمة فوكس أو هي فيها شيء من العربي كمان، بالشامي بيقولوا فوكس، ما بعرف إذا لها معنى بالشامي. فوكس او واشش او معصب او شيء. فوكس ما له معنى عربي؟ والله لا معنى عربي. ما شربان يعني؟ شربان علي يلعب عبدو. ها يا صايع. المهم anyway، هلا بنخلص هيك الترتيب تبعها لما نرصها بالطريقه تبع الاخ ابو عبدو. استنى لحتى نعبي الصينية كلها. السمنة بدها سمنة مثل البقلاوة العادية ولا نخفف السمنة عليها؟ خفيف بس. خفيف السمنة، بدها سمنة خفيف عليها. لأنه إذا كترنا السمنة شو بصير؟ لا، بيطلع الفستق منه، بيبص الفستق منه بصير ترغي رغي. فهي ما بدها سمنة كثير إخواني، لأنه إذا كتر السمنة عليها بتبص، بصير ترغي من بين الأطراف من هون، بصير تعطي مثل الرغوة وبيطلع منها الفستق. بيخلصها الأخ أبو عبدو، الشيف الركن المظلي أبو عبدو، ونرجع لكم. يعني ونرجع لكم وقت التسمية والخبيث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا المنبر، منبر أبو عبدو لليبرق. أبو عبدو أخذني غدر وزمنة وخبزة. على أي حال، سمنة يعني هي صنف عند الأخوان الحلبية بيقولوا له يبرق، مثل الأصابع التركية أو الأتراك أخذوها. أنا ما أتبلع الناس، الله وكيلكم، هيك أنا معلوماتي إنه تأخذت من حلب وانتقلت لتركيا، وهي حلب اسمها يبرق. يبرق بحلب، ما هيك أبو عبدو؟ أول شيء نارة بدها تكون يعني أقل شوي من نار البقلاوة. إذا نحن عم نخبز نار البقلاوة على 170-175 مثلاً، هي بدها تكون 155-160. ماشي؟ سمنتها قليلة مشان يبين عندي لون الفستق والخضار يعني، وما تفور لنا. شايفين هلأ هيك، لا طلع الفستق من هون ولا طلع الفستق من هون. كأكل طعمه طبعا، حاطط لي كيلو فستق وقلب الصينية، ما تطلع طعمها طيبة. حاطة سمنة حيواني كمان على حلة، يعني طعمه باينة، شيء رهيب وظريف. ان شاء الله تكون عجبتكم تقديم الاخ ابو عبدو.
وبدي يلقي عليكم كلمة قبل ما نسكر الفيديو أبو عبدو. هيك هلا أكشن أبو عبدو. أبو عبدو بدي يلقي كلمة بالحلبي. صحتين وهلا على قلبكم. أبو عبدو خايف يبين حجابه. ليكم أبو عبدو ها من أوله لآخره مشمر عن رجلياته كمان عن السيئانات. يوسف لا يوسف أهله متعصبين ما بيحبوا يشوفوه. ما بيحبوا يطلع على الإعلام. هاي وصفتنا كانت اليوم هي خفيفة نظيفة على السريع حابين أرجيكم إياها بطريقة تانية غير الطريقة اللي اشتغلناها أصابع طويلة يعني ممكن تكون أسهل للبيت شغلها. كان معكم الشيف أبو عبدو من مطبخ وحلويات شامية والمساعد فراس شاهين. لا تنسونا من دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.